حالة منذ قليل المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار بأزمة قلبية مفاجئة، ونعى المخرج الراحل عبر الفيسبوك الكثير من الإعلاميين والصحفيين. وكتب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه بموقع الفيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيهاب أبو زيد لسه بعت لي السلام امبارح، كان وداع. الدنيا لا تستحق ذرة حزن أو اهتمام أو انشغال أو زعل أو أي حاجة. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة في صلاة الفجر الحرم المكي بإذن الله. الله يرحمك يا بوب. فيما كتب الكاتب الصحفي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إيهاب أبو زيد مات. إيهاب أبو زيد هو مخرج مصري قدم العديد من برامج المنوعات خارج مصر وداخلها. أسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.